فيه من يوصي إلى توفق الله الصلاة لنا انهلت عنها بالموت ترجها لعيالها، هل هو لا لا يصلى عن الموت، لا يصلى عنه الصلاة، لا يصلى عنه. أما الصيام يصام عنه إذا كان الصيام ولا قضى صيام رمضان أو كفارة وقد عاش أيام وصاحي طيب ولا قضى يصام عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، سواء كان الصيام صيام رمضان أو كفارة أو نذر، هذا هو الصواب. بعض أهل العلم يقول لا يصام عنه إلا النذر، هذا قول ضعيف. والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة أنه يصام عنه النذر غير. نعم. هل في المدينة